النهاردة بيعتبر اليوم الثالث لفصل الصيف اللي بدأ رسمياً يوم 20 يونيو. فصل الصيف السنة دي هيشرفنا لمدة 93 يوم بالتمام والكمال. فات منهم 3 أيام، فاضل 90 يوم. 90 يوم لازم نكون حريصين جداً على نفسنا بشكل كبير قبل ما ننزل الصبح نروح شغلنا، نتابع ونشوف تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هل في ظواهر جوية متعلقة مثلاً بارتفاع درجات الحرارة ولا لأ، علشان ناخد بالنا على قد ما نقدر من صحتنا وما تحصل لناش أي مضاعفات أثناء تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر. يعني كلام كتير بيقول انه فصل الصيف ده يا محمد هيكون يمكن من اكتر فصل صيف حر جه على الكره الارضيه في خلال السنين اللي فاتت دي كلها، ده طبعا بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخ والكلام ده كله. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا كويس قوي من نفسنا ومن ولادنا. مهم خلال فصل الصيف نكتر على قد ما نقدر من شرب سوائل كتير والميه كتير، يعني ازازه الميه دي تبقى جزء من الحياه اللي انت عايشها، ما تسيبهاش ابدا من ايدك. نقلل على قد ما نقدر من الوجبات والاكلات اللي فيها نسبه دهون عاليه، لان نتائجها مع فصل الصيف مش ظريفه خالص، ممكن للاسف توصلنا لمضاعفات احنا في غنى عنها. يعني الدهون الكتير مع الحر صعب جدا ان هي تبقى تهضمها في الحر اللي احنا فيه ده، فلازم نكون حريصين جدا جدا ونحاول بقدر كبير ان احنا يعني ناخد بالنا ونشرب عصاير ونبعد عن اي حاجه تعرضنا لاشعه الشمس اللي هي ساعات ذروه الصباح زي ما بيقولوا. يعني الفتره لغايه الساعه 2 3 دي تبقى فتره صعبه جدا وقويه جدا. زي ما انت قلتي نكتر من الميه والعصير، يعني هم دول اهم حاجه في فصل الصيف، وكمان نكتر من الميه والعصير ونبعد عن المياه الغازيه. احنا عارفين ان احنا دي بقت يعني في حياتنا وجزء كده من روتين حياتنا، نشرب المياه الغازيه بشكل كتير كبير في فصل الصيف. يعني عدد كبير جدا من الاطباء والناس المهتمين بيقولوا لا بلاش نشرب مياه غازيه كتير في فصل الصيف. ايه السبب؟ السبب انها بتستحوذ في الاصل على كميات كبيره من الكافيين، ومعروف طبعا ان الكافيين ده بيساعد على طرد الميه من الجسم، فنحاول على قد ما نقدر نقلل مياه غازيه، نقلل كمان شرب القهوه. الناس المدمنه على شرب القهوه نقلل شويه، مش لازم نشرب عدد كبير جدا من فناجيل القهوه في اليوم، فعلى قد ما نقدر نقلل من المياه الغازيه ومن القهوه. طيب حاجه مهمه جدا كمان يا بسنت، الاطفال، مهم جدا اطفالنا ما يتعرضوش للشمس بشكل كبير، نكون حريصين جدا على انه نقول لهم يتناولوا كميات كبيره من الميه. ساعات كده كتير جدا ما بياخدوش بالهم ان هم يشربوا ميه بشكل واحنا ما بناخدش بالنا نشربوا ميه كمان. بالظبط كده. فدي مهمه جدا ان احنا نفكرهم ونقول لهم كل شويه لازم يشربوا ميه على قد ما يقدروا. بيقولوا صحيا كده لازم في اليوم 8 كوبايات ميه، لكن هي كل ما زود يعني من 2 ل 3 لتر في اليوم ده بينعكس على صحتي بشكل كبير. عايزه اقول لك معلومه المياه الغازيه دي يمكن كنت اول مره اعرفها النهارده، ان هي يعني مش لطيفه في فصل الصيف. فزي ما انت قلت احنا لازم نقلل من الكافيين، لازم نقلل من اي حاجه عامه تهلك جسمنا. صحيح. يعني تطلع الميه منه. بالظبط، تطلع ميه منه وتهلك جسمنا وتسبب يعني صعوبه في الهضم، لانه ده كل ده بيسبب لنا صعوبه في الحر اللي احنا فيه. خليني اقول لك كمان بخصوص الاطفال بالذات يا محمد، كمان شويه يكون معانا مداخله مهمه جدا هنكتب كده من خلالها روشته طبيه لكل الامهات ازاي تاخد بالها من اطفالها اثناء فصل الصيف في المصيف على البحر، ايه الحاجات اللي لازم تعملها علشان تتفادى اي مشكله او اي مرض ناتج عن ارتفاع درجات الحراره. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من اولادنا، لان هم كتير ما بيبقوش مركزين ان هم يشربوا ميه او ياكلوا اكل صحي طول الوقت، هم عايزين بطاطس، عايزين اكلات او وجبات سريعه. فاحنا دورنا ان احنا ناخد بالنا منهم، ودورنا ان احنا نحرص على صحتهم بالذات في اوقات الحر. فتابعونا في خلال الحلقه النهارده عشان نقول لكم على النصايح اللي يجب اتباعها عشان نحافظ على صحه اولادنا. مره تانية بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر.